النهارده عن الترافيرس، تمام كده؟ الترافيرس في عندنا منه انواع كتير، طب ايه فايدته اصلا؟ احنا كنا قبل كده خدنا الليفلنج اللي هو بنجيب منسوب، منسوب نقطه، تمام كده؟ طيب احنا عندنا اي نقطه لها اكس وواي وزد، صح كده؟ اللي هو الزد اللي هو المنسوب بتاعها اللي هو ارتفاعها عن منسوب سطح البحر، والاكس وواي اللي هي الكوردينيتس بتاعتها او الاحداثيات بتاعت النقطه دي بالنسبه لايه؟ لمصر او بالنسبه للعالم، حلو كده؟ طب لو انا عندي قريه او منطقه عاوز اعمل لها ترافيرس واحدد الاحداثيات بتاعتها، لازم اعمل حاجه اسمها ترافيرس اللي هو شكل مغلق بحزن بيه القريه اللي هي موجوده عندي، تمام كده؟ مكون من مجموعه من النقط بحيث كل نقطه تشوف النقطه اللي قبلها واللي بعدها، حلو كده؟ يبقى انا كده المفروض من خصائص الترافيرس ان كل نقطه بتشوف اللي قبلها واللي بعدها. طبعا ترقيم الترافيرس هرقمه احيانا مع عكس عقارب الساعه، وفي عندي جزئيه مع عقارب الساعه. في عندي ترافيرس بقيس الزوايا الداخليه، وترافيرس بقيس الزوايا الايه؟ خارجية. الخارجيه، حلو كده؟ وعندي ترافيرس الترافيرس المغلق النقطه اللي ببتدي بيها بنتهي ايه؟ عندها. ليه؟ لان هو ترافيرس مغلق. طيب عندي النوع الثاني اللي هو ترافيرس ايه؟ مفتوح، تمام؟ الترافيرس المفتوح ده بستخدمه في سكه الحديد او في الطرق، بيبدا من نقطه وينتهي عند نقطه ثانيه، يعني بيبدا ممكن يبدا من نقطه تبقى الترافيرس مثلا في محافظه القاهره وينتهي في اسكندريه، اسماعيليه، في الصعيد، في اي مكان، حلو كده؟ هنيجي نبص على السؤال بتاعنا اللي هو موجود عندك في صفحه 163، ده هنحله. الجزئيه دي مهمه جدا. طبعا المساله دي بتيجي على جزئيتين، تيجي على جزء اولاني اللي هو الجزء اللي فوق، وبتيجي على جزء تاني الجزء اللي تحت، تمام كده؟ انت هتاخد الاثنين، هنشرح الجزء الاولاني ونركز كويس على الجزء التاني. الجزء التاني اللي انا هقول لك عليه هنبدا من فين عشان نشتغل عليه، تمام كده؟ طيب هنا بيديني بيقول لي عندي جبل الكتروفيرس اي بي سي اللي هو الترافيرس اللي هو مديهولك ده، ومديني جدول بيقول لي ان عندي الكوردينيتس اوف بوينت الاي بيساوي 1000 ايستنج و 2000 نورثنج، تمام كده؟ ومديني جدول، الجدول ده فيه البوينت اللي هي النقطه، ومديني انجل، ومديني طول الايه؟ طول الخط. وتحت الجدول كده بيقول لي ذا ازيمث اوف الاي بي 187 22 20، تمام كده؟ ومديني رسمه، لو الرسمه دي هبص عليها اتجاه الترافيرس، نبص كده في الورق، ترافيرس ايه؟ مترقم عكس عقارب الساعه وزوايا ايه؟ داخليه، حلو كده؟ بيقول لي عندي مديني سبع مطاليب، اول مطلوب بيقول لك عاوز يعرف قيمه الايرور اللي هي موجوده في الترافيرس ده، تمام كده؟ عشان اعرف قيمه الايرور احنا عندنا قانون بيقول لك 2 ان موجب او سالب 4 في 90. طيب 2 الان دي اللي عباره عن كام؟ الان ده ثابت موجب او سالب لو هي زوايا موجب لو زوايا خارجيه، سالب لو زوايا داخليه. الان عدد الزوايا. طيب 2 ان ناقص 4، انا عندي هنا في المساله بتاعتي دي موجود هنا عندي كام زاويه؟ سبع زوايا، صح كده؟ يبقى المفروض ان انا هقول 2 في 7 ناقص 4 في كام؟ 90. في 90 هيديني كام؟ 900. في مشكله لحد هنا؟ في حد فاهم حاجه؟ يبقى انا اول خطوه هحتاج اعملها ان انا اعرف عدد الزوايا اللي موجوده عندي في شكل الترافيرس ده. طب عدد الزوايا عندي كام؟ قلنا 2 ناقص 2 ان ناقص 94، جبنا الزوايا بتاعت 900. هتبدا تعمل جدول اللي هو الجدول اللي معمول تحت ده، وهتكتب فيه الزوايا وهتكتب قيمه الزاويه. هنعمل جدول وابدا اجمع الزوايا. طبعا انت هنا لما جمعنا الزوايا لقيناها كام؟ 900 في الجدول. 900 درجة صفر دقيقة 25 ثانية، صح كده؟ يعني معنى كده إن أنا عندي الزوايا المفروض تبقى كام؟ 900.
فهنا في الجدول لقيناها كام؟ 925. يعني في زياده كام ثانيه؟ 25 ثانيه. طب 25 ثانيه انا محتاج اوزعهم على عدد الزوايا اللي موجوده عندي. طب هو انا ازاي اعرف اللي هي المفروض كانت 900؟ مش احنا قلنا القانون مجموع الزوايا الداخليه بيساوي 2 ان ناقص 94؟ فالاجمالي بتاع القانون طلع 900. المفروض لما اجمع الزوايا هنا يطلعوا كام؟ 900. طب هنا طلعوا كام؟ 925. معنى كده ان في زياده كام؟ 25. يعني معنى كده ان انا هطرح من 25 من مجموع الزوايا كلهم، صح كده؟ طب انا عندي كام زاويه؟ سبع زوايا. المفروض ال 25 بقسمهم على السبعه، صح كده؟ المفروض هيطلع لو قسمت الرقم ده يطلع 3 وكسر 3 مثلا 7 او 6 و 50. الرقم ده هتكبره لرقم صحيح مره للاربعه ومره للثلاثه. ليه؟ عشان يبقى مجموع الزوايا، ما ينفعش ان انا اطرح من السبعه كلهم 3 4 هيطلع الرقم التصحيح اكبر من 25، وما ينفعش ان انا اطرح منهم 3 كلهم هيطلع الرقم اقل من 25، صح كده؟ فمره هاخد اعداد بالاربعه واعداد زوايا بالايه؟ بالخمسه. وليكن مثلا هنا عندي كام؟ هاخد اربع زوايا، وليكن دي زاويه ودي زاويه. اربع زوايا في كام؟ اقول في 3 ثانيه. حلو كده؟ يديني كام؟ 12، صح كده؟ طيب ولو خدت اللي باقي من السبع زوايا كام؟ 3. مش دول المفروض سبع زوايا؟ خدت منهم اربع زوايا في 3، صح كده؟ وهاخد منهم 3 في 4 يديني كام؟ طب مجموع دول كام؟ 24. هل ينفع؟ يبقى في الحاله دي محتاج ازود ايه؟ ازود اللي بقيمه الاربعه ثانيه شويه واقلل اللي بقيمه 3، صح كده؟ يبقى اقول اربع زوايا في 4 ثانيه يديني كام؟ 16. وثلاث زوايا في 3 ثانية يديني كام؟ 9. 9 و 16 25، صح كده؟ يبقى أنا معنى كده إن في عندي 3 زوايا هطرح منهم كام؟ 3 ثانية، وعندي 4 زوايا هطرح منهم كام؟ تمشي بقى الترتيب اللي أنت يعجبك، تطرح من الأول 4 3 زي ما الكتاب ماشي 3 4 3 4، أو تاخد أول أربعة تطرح منهم أربع زوايا، وثالث أربعة تاخد منهم ثلاثة براحتك. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب أنا جبت قيمة الزوايا أو قيمة الخطأ. محتاج إن أنا هطرح من كل زاوية قيمة الخطأ ده، صح كده؟ مش إحنا هنصحها بعكس الإشارة؟ مش أنا هنا الزيادة عندي كان هنا المفروض في القانون طلع لي 900 والزيادة عندي 925، فمحتاج إن أنا أقلل 25 فأصحح بعكس الإشارة. اللي هو انا هطرح من كل ايه زاويه، يبقى الاشاره بتاعتي هتبقى بالايه؟ بالسالب، صح كده؟ بعد كده هتجيب الزوايا المصححه اللي هو الزاويه ناقص قيمه التصحيح يديني الزوايا المصححه. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب الخطوه اللي بعد كده المفروض انت بعد في الجدول ده لما تخلص تجمع الزوايا كلهم يطلعوا معاك كام؟ عشان التشيك بتاعك يبقى المفروض يطلعوا معايا كلهم كام؟ 900. لو طلعوا اقل او اكتر من 900 يعرف ان انت غلطت حاجه وانت بتشغل في ايه؟ في الحسابات بتاعتك، يبقى المفروض لازم يطلعوا معاك 900. وقيمه التصحيح اللي هي بالسالب تطلع كام؟ 25، تمام؟ في عندنا حاجه ثانيه اسمها الازمس، هو عاوز يحسب الازمس اللي هو الانحرافات بتاعه الشكل اللي هو موجود عنده. قانون الازمس عامه لو انا عندي عاوز اجيب الازمس، الازمس ده اللي هو اسمه الانحراف، تمام كده؟ او الزاويه اللي هو عامل زي بالظبط الهول سيركل بيرنج، فاكرين الانحراف الدائري او الانحراف المختص. لو انا مثلا عاوز اجيب الازمس للاي او للبي سي هيساوي الازمس بتاع الاي بي زائد زاويه البي زائد او ناقص 180، بس دي في حاله لو انا الزوايا عكس عقارب الساعه وزوايا ايه؟ داخليه. طب هنا في الجزئيه الصفحه الثانيه اللي في وشها على طول محتاج بيقول لك ان انا عاوز اجيب الازمس، هيديك اول خانه ايه؟ طبعا هو مديني الازمس بتاع الاي بي، صح كده؟ مش مديني الازمس، يبقى انا هنا ايه؟ الازمس، صح كده؟ مديني اول الازمس بتاع الايه؟ مديني الازمس
بتاع الاي بي بيساوي كام؟ اللي هو مديهولي اصلا 187 في 22 20. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب مش انا هنا الازمز بتاع الاي بي اقول زائد زاويه بي زائد زاويه البي. هنشرح السكشن ده ولا ايه؟ يبقى هنا زائد زاويه ايه؟ بي. بس زاويه بي لمين؟ زاويه بي المصححه. تمام كده؟ هتطلع عندك زاويه بي بكام؟ بيساوي 178 18 57. في مشكله في الكلام ده؟ طب المفروض هجمع الزاويتين دول هيطلع معايا القيمه بتاعته 365 41 17. الرقم ده ازود من 180 ولا اقل؟ ازود من 180 يبقى اطرح منه كام؟ ناقص 180 هيديني 185 85 41 17. يبقى ده الازمز بتاع الايه؟ بتاع البي سي. مش انا شغال A B C D وهكذا. يبقى انا شغال كده. في مشكله في الكلام ده؟ لحد هنا المفروض انا جبت الازمز بتاع الاي بي، المفروض اللي بعده ايه؟ بي سي. اللي بعده سي ايه؟ بي. طب ما هي برضه لسه اعلى من 180. ازاي لسه؟ ماليش علاقه، انا وقفت لغايه هنا جبت الازمز بتاعي. انا هنا لما بجمع القانون ده والرقم اللي طلع لي اطرح منه 180 يديني الازمز. هشتغل تاني، مش لازم تبقى اقل من 180. هشتغل تاني، هنا جبت الازمز ده هقول زائد زاويه ايه؟ سي. زاويه سي. زاويه سي بكام؟ 118 21 41. هيطلع عندك الرقم 304 2 58. الرقم ده اكبر ولا اقل؟ اكبر. يبقى ناقص كام؟ 180. هيجي عندي الرقم عندي 124 2 58. يبقى ده الازمز بتاع الايه؟ ازمز للسي اي. في مشكله في الكلام ده؟ اقول زائد زاويه ايه؟ زاويه ايه؟ وهكذا. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ المفروض الدي سي بي سي. لو هنا بيمشيها سي اي هنا سي خليها اي عشان تبقى زي الكتاب. ماشي؟ في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ هتفضل تجمع وتطرح لحد ما توصل تجيب هنا الازمس. هيكون زي اللي فوق الاي بي. لازم يطلع عندك الازمس بتاع الاي بي هو اللي نفس الرقم اللي ابتديت بيه. في مشكله في الكلام ده؟ لحد هنا. لحد هنا الازمس هو هنا جايبه لك اهو. الازمس بتاع الاي بي لحد هنا ده الجزء الاولاني من ايه؟ من المثال اللي موجود عندنا. لو بتيجي في الامتحان هيجيب لك الجزء الاولاني، هيجيب لك لغايه الازمس. طب نيجي للجزء الثاني. هو طبعا هنا في الجزئيه دي، لو انت عشان بس ما تروحش في البيت تقول انا دي جت منين، هو هنا في الجزئيه دي اللي هي في صفحه اول حاجه في صفحه 165 هو جاب لما جاب الازمس حوله. مش الازمس ده اللي هو الانحراف اللي هو السلك كبير، الانحراف الدائري، حوله للانحراف ايه؟ مختصر اللي هو الكوادرنت ايه؟ بيرنج. ده كل الفرق ما بين الاثنين. دي مش مطلوبه منك فعادي. بعد كده الخطوه اللي بعد كده عاوز تحسب اللاتيتيود والديبرشر. يعني ايه لاتيتيود ويعني ايه ديبرشر؟ نشرح بس حاجه بسيطه هنا. ده الايستن صح كده؟ ده النورس. لو انا عندي خط او نقطه، نقطه الايه؟ ليها احداثيات على الاي اللي هي الاي بي الاي اي، ولها احداثيات على الان صح كده؟ اللي هي الان ايه صح كده؟ طب لو انا عندي نقطه ثانيه نقطه بي، لها احداثيات الاي بي ولها احداثيات على الايه؟ الان ان بي. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟
طب لو انا عندي وصلت النقطتين دول ببعض مش يديني خط ال 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 اي بي صح كده؟ يبقى انا عندي نقطتين لا احداثة على الاي واحداثة على ال ال لان كل نقطة صح كده؟ اللي هو الاكس والواي بتاعتها تمام؟ طيب مش ده طول الخط اي بي؟ لو انا هنا جيت هنا عند النقطة دي بس مش ده اتجاه الشمال؟ مش هو ده نفس اتجاه الشمال هو ده؟ والزاوية دي مش السيتا دي اللي هي زاوية الانحراف؟ مش انحراف الخط ده اي بي منحرف على اتجاه الشمال بالزاوية دي؟ مش ده اللي هو بيساوي الازمس؟ او اللي هو السيركل بيرنج صح كده؟ اللي احنا بنجيبه. طيب لو انا عايز اجيب المسافة دي اللي هي الفرق ما بين الـ E B والـ E A والـ M B والـ M A مش أنا هنا الزاوية دي وطول الخط ده لو ضربت الخط ده في كوزاين الزاوية يديني المسافة دي ولو ضربته هنا في ساين الزاوية يديني المسافة دي يعني معنى كده إن الرقم هنا ده عبارة عن إيه؟ L الـ A B في إيه؟ كوزاين الزاوية صح كده اللي هو الأزمس صح كده؟ ده اسمه لاتيتيود تمام كده؟ طيب لما انا اطرح الجزئين دول من بعض وهحلل الخط ده في ساين الزاويه مش هيديني طول المسافه دي ال الاي بي في ساين الزاويه اللي هي الازمس صح كده؟ يبقى ده عباره عن ايه؟ الديبرج. في مشكله في الكلام ده؟ عرفنا منين استنتاج اللاتيتيود والديبرشر؟ اللاتيتيود تساوي ال كوزاين الزاويه اللي هي طول الخط في كوزاين الزاويه يديني اللاتيتيود والديبارشر ال في ساين الايه؟ الزاويه. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ في حد فاهم حاجه طيب؟ طب الحمد لله. يبقى انا محتاج هنا هو هنا عاوز يجيب ايه؟ عاوز يجيب اللاتيتيود وعاوز يجيب الديبارشر. حقيقة هناخد كل خط من الخطوط دي ونجيب له اللاتيتيود ونجيب له الايه؟ الديبارشر. يعني مره هعوض في كوزاين الازمس لنفس الخط ومره هعوض في ساين الازمس لنفس الايه؟ الخط. هتعمل جدول زي اللي هو موجود عندك ده. حلو كده؟ هتكتب فيه هتكتب فيه هو طبعا بيديك الخط وبيديك طوله وبيديك الازمس بتاع النقط، يعني انا لو الدكتور هيبدا بالمساله دي بالجزء ده هيديك الخط وهيديك الطول بتاعه وهيديك الازمس لكل خط من دول، بس الازمس المصحح مفيش فيه اخطاء، حلو كده؟ طيب اول حاجه هتعملها هتجيب الطول الكلي للاخطاء وتحطه في الجدول هنا، يبقى انا جبت سيجما ال ال بتاعت الاخطاء. تمام كده؟ محتاج اجيب حاجه ايه؟ اجيب حاجه اسمها اللاتيتيود واجيب حاجه اسمها الايه؟ الديبارشر. هو هنا جايب ايه؟ جايب عامل خانه للاتيتيود موجبه وخانه للاتيتيود ايه؟ سالبه، وعامل خانه للديبارشر موجبه وخانه للديبارشر ايه؟ سالبه. انت ممكن تعملهم خانه واحده للاتيتيود وخانه واحده للديبارشر، بس تكتب الرقم باشارته، يعني الرقم لما يطلع لك بالموجب هتحطه موجب، لما يطلع لك سالب هتحطه ايه؟ سالب. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا هنا اهي هعوض بالقانون ده. ال كوزاين الزاويه يديني ايه؟ اللاتيتيود. ال ساين الزاويه تديني الايه؟ الديبارشر. وانت كاتب المعادله زي ما هي، مره هتكتبها بال كوزاين وال ساين. في حد عنده مشكله في اللاتيتيود والديبارشر؟ يبقى عرفنا هنجيب اللاتيتيود ازاي والديبارشر ازاي. تمام؟ مفروض انا سيجما اللاتيتيود الموجبه وسيجما اللاتيتيود السالبه الاثنين يطلعوا بايه؟ بزيرو. يبقى احنا عندنا ايه؟ مفروض ان مجموع سيجما اللاتيتيود زائد اللي هي مجموع سيجما اللاتيتيود الموجبه وسيجما اللاتيتيود السالبه يطلعوا بكام؟ بزيرو. طب هنا لما جمعتهم على بعض ما طلعوش بزيرو، يبقى في هنا ايه؟ في خطا، صح كده؟ طب وسيجما الديبارشر نفس النظام، لما جمعت الموجبين مع السوالب ما طلعش الرقم بايه؟ بزيرو. تمام كده؟ طلع لي ان سيجما اللاتيتيود بتساوي سالب 7 من 100 وسيجما الديبارشر بتساوي ايه؟ موجب 13 من 100.
صح كده؟ اللي هو القانونين اللي هو عاملهم تحت دول. طيب معنى كده ان في خطا في اللاتيتيود وفي خطا في الديبارشر طالما ما طلعوش بزيرو. طب الخطا بيجي منين؟ وانا كده كده اصلا الازيموث عندي مصحح. جه منين؟ من ال، صح كده؟ لان الاطوال انا ما عملتلهاش تصحيح. ففي الحاله دي محتاج اعمل ايه؟ اعمل تصحيح لللاتيتيود واعمل تصحيح للايه؟ للديبارشر. طب اصحح ازاي؟ هل ان انا هوزع قيمه الخطا دي على عدد الاطوال بالتساوي؟ ولا في قانون هبدا اعوض فيه؟ طبعا في قانون. ليه؟ لان ما ينفعش كان الاول بيعمله بيعوض عادي، تمام كده؟ ففي واحد اسمه بوتش قال لك ايه؟ قال لك لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اعمل بالتساوي. ليه؟ لان قال لك ان عندي لو انا شغال في ترافيرس ده الطول فيه طول صغير وطول كبير. فقال لك ما ينفعش ان انا ادي نسبة الخطأ للطول الكبير زيها زي نسبة الخطأ للطول الصغير، لان انا لما المسافة بتكبر طول الخط بيكبر فهحتاج اقيسه على كذا مرة. يعني معنى ايه؟ ان انا هعمل عملية توجيه واقيسه على كذا مرة. يعني لو الخط ده 200 متر وانا معايا متر 50 محتاج اقيسه على 4 مرات، صح كده؟ على 4 مسافات. طب لو الخط ده مثلا 50 او اقل من 50 هقيسه مرة واحدة، فنسبة الخطأ في الخط اللي هيتقاس مرة واحدة غير نسبة الخطأ في الخط اللي هيتقاس على كذا مرحلة، صح كده؟ فقال لك ايه؟ قال لك هنعمل نسبة زي بالظبط لما انا اقول لك نسبتك في الثانوية العامة ايه؟ هتقول لي انا جبت مجموع نسبة كذا من المجموع الكلي في قيمة الايه؟ الزاوية او قيمة النسبة، صح كده؟ فقال لك عشان احسب طريقة بوديتش ده بتعملها ازاي؟ طول الخط، تمام كده؟ على مجموع الاطوال، تمام كده؟ مضروبه مره في اللاتيتيود ومره في الايه؟ في الديبارشر. حلو كده؟ يعني انا عندي هاخد طول الخط الاولاني على المحيط الكلي للخطوط كلها هضربه مره في بوينت 7 بس بعكس الاشاره عشان اصحح بعكس الاشاره، ومرة هضربه في بوينت ايه؟ 13 ايه؟ من 100. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب يعني معنى كده دي نظرية بوديتش؟ اه دي نظرية بوديتش اللي هو هتلاقيها في الصفحة اللي قصادها على طول. هو مديك فور اكزامبل في الصفحة اللي قصادها الناحية التانية. معنى كده ان انا الكوريكشن بتاعي او نسبة الخطأ اللي انا هجيبها ازاي؟ هجيبها هضرب طول الضلع كل الطول الاولاني على الطول الكلي مره في بوينت 7 يديني القيمه في اللاتيتيود ومره في بوينت 13 تديني الايه؟ القيمه في الديبارشر. في مشكله في الكلام ده؟ لو احنا بصينا هتلاقي التصحيح بتاع اللاتيتيود طلع ايه؟ موجب واحد، لان هو كان هنا الرقم بالسالب فهو عمله بالايه؟ بالموجب. انا بصحح دايما بعكس الايه؟ الاشاره. طب واحد يقول لي ما هو يا باشمهندس هو طلع هنا 7 وهو عندي 7 اطوال فهو ادى كل واحد واحد. لا هو ما اداش كل واحد واحد، بس هو لما طبق في القانون ده انا عندي هنا الاطوال قريبه من بعضها، صح كده؟ فانا بالنسبه لي لما يطلع عندي رقم نسبه تصحيح بوينت 9 ثانيه فمعنى كده ان انا بجبر الرقم ده اخليه 1 ثانيه، صح كده؟ طب لو رقم طلع بوينت 1.3 ثانيه بجبره لكام؟ لواحد ثانيه، لان انا نسبه قريبه من بعضها، نسبه الاطوال قريبه من بعضها. فانت لما تيجي تقرب البوينت 9 وبوينت 8 هتقربها لواحد صحيح، صح كده؟ والواحد وواحد او واحد واثنين او واحد وثلاثه او واحد واربعه بتقربها لواحد ايه؟ صحيح. طالما انت الرقم الاقل قربته للاكبر فالرقم الاكبر سنه هتقربه للاقل ايه؟ شويه. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا بعد كده صححت اللاتيتيود وصححت الديبارشر. لحد هنا حد عنده مشكله؟ بعد ما صحح اللاتيتيود والديبارشر هطرح الاشاره قيمه التصحيح لو بالموجب هجمعها على الرقم اللي هم ادوهولي واحطه فين؟ في الكوريكت بتاعت الايه؟ اللاتيتيود اللي هي اخر خطوه خالص. انا كان عندي خطا وزعته، بعد ما وزعته هبدا ايه؟ اطرحه، صح كده؟ بعد ما اطرحه اجيب القيمه الايه؟ الفعاله للخطا ده اللي هو اللاتيتيود المصحح والايه؟ والديبارشر المصحح. لحد هنا في حد عنده مشكلة؟ يعني لو بالموجب أطرح؟
ما هو الإشارة طلعت لك هنا بليه؟ سيجما لاتيتيود بليه؟ بالسالب. يبقى المفروض لما تصححها تصححها بالموجب. ليه؟ لأن هي ناقصة 0.7 فأنا محتاج أزودها. طيب اللي الثانية الديبارشر كانت طالعة بكام؟ كانت موجب هي زايدة كام؟ 0.7 0.13 فأنا محتاج أنقص منها إيه؟ 0.13 يبقى هصححها بالإيه؟ بالناقص. تمام كده؟ طيب هنا بقى في الجزئية دي بعد ما خلصت انا جبت اللاتيتود المصحح والديبرشن المصحح، المفروض لما تجمع دول يدوك ايه؟ زيرو. ولما تجمع دول يدوك ايه؟ طب فرضا واحد جمعهم على بعض واتلخبط في النص كده ولقاهم مش طالعين صفر، طالعين مثلا 0.001 صح، اطرح الرقم ده من اي ايه؟ رقم مصحح عندك وخلاص، او راجع بالسريع عن كده على المساله. تمام كده؟ طيب محتاج منك خطوة تانية، عاوز تجيب الإحداثيات بتاعة النقطة دي. تمام كده؟ عاوز تجيب الكوردينيتس بتاعة النقطة، هو مش مديني نقطة أول نقطة وعاوز أجيب النقط اللي بعد كده، صح كده؟ طيب أنا هنا لو نفتكر هنا، لو أنا عندي إحداث النقطة الـ A تمام كده؟ عاوز أجيب إحداث النقطة الـ B، مش إحداث النقطة الـ A، الـ E بتاعة الـ A زائد الديبارشر، مش زائد الديبارشر يديني احداث البي اللي هي بتاعه البي. طيب والان بتاعه الاي زائد اللاتيتيود للخط اي بي مش يديني الان بتاعه البي. يعني معنى كده اقدر افهم من كده ان انا في اللاتيتيود لو جمعته على اول احداثي يديني الايه؟ الاحداثيات في النورث، صح كده؟ والديبارشر هيديني الاحداثيات في الايه؟ في الايستنج. يعني معنى كده ان انا هنا لاتيتيود شغال في النورث، يعني انا بالنسبه لي هنا اول خانه هنا في التصحيح هتبقى في النورث، صح كده؟ والخانه الثانيه هشتغل فيها في الايستنج، صح كده؟ يبقى انا هترسم الجدول اللي هو الجدول المرسوم هنا، شوف الرسم جدول اهو، كاتب احداث الايه؟ بتاع الايه؟ 2000 و1000، مش كاتب احداث الايه؟ 2000 و1000، هتزود عليه اللاتيتيود يديك الايه؟ الان. هتزود عليه الديبارشر يديك الايه؟ بس اللاتيتيود والديبارشر المصححين، صح؟ المصححين، تمام كده؟ يعني هتجيب الاله هتكتب 2000 زائد الرقم ده اهو زائد 102، ركز كده معايا، هو هنا المفروض زائد بس هنا دي ناقص، اشاره ناقص، يبقى هتبقى ايه؟ اشتغل ناقص، يبقى 2000 ناقص 102 يديني احداثي نقطة بي، ناقص 100 الرقم اللي هيطلع بقى اللي هو احداثي نقطة بي، ناقص 156 يديني احداثي نقطة سي، ناقص الرقم اللي بعده يديني وهكذا، زائد وهكذا لحد ما تقفل معايا بكام؟ بالألفين. في 2000 اللي عملته في اللاتيتيود هعمله فين؟ في الديبارشر اللي هو في احداثي الايه؟ الايستنج. 1000 ناقص 13 اللي الرقم اللي هيطلع ده نقطة البي، ناقص 15 يبقى ده نقطة السي، زائد 118 يبقى ده نقطة ايه؟ الاي، وهكذا. في مشكلة في الكلام ده؟ لحد هنا انا خلصت جبت اللاتيتيود والديبارشر وصححتهم وجبت له الاحداثيات، في مشكلة في الكلام ده؟ محتاج مني ثلاث قوانين اللي هم الثلاث قوانين المطالب دول اللي هو الكلوزنج ايرور والدايركشن اوف كلوزنج ايرور والاكيورسي. طيب يعني عاوزين نفهم يعني ايه كلوزنج ايرور ويعني ايه دايركشن اوف كلوزنج ايرور ويعني ايه اكيورسي. القانون كده في الامتحان يبقى انت فاهم. مش احنا قلنا اللاتيتيود والديبارشر يعني المفروض ان انا عندي الترافيرس بادئ بنقطه الايه؟ والشغال معايا بيلف عكس عقارب الساعة، ومفروض ان هو الترافيرس يقفل عند نقطة الايه؟ الايه تاني، صح كده؟ مش طالما طلع معايا لما بيطلع معايا فرق في اللاتيتيود والديبارشر يعني معنى كده ان في اختلاف، ان في اختلاف في الاطوال او في نسبة خطأ في الاطوال، فنسبة الخطأ دي بتنتج عنها ايه؟ ان النقطة دي الايه المفروض كانت تقفل على الايه نفسها فمش هتقفل، هيبقى في فرق بين النقطة دي والنقطة دي، صح كده؟ اللي هو بيساوي قيمة الخطأ، مفهومة الجزئية دي؟ فاهمينها؟ طيب أنا هاخد أكبر الدنيا دي شوية، يعني هعمل هنا إيه؟ كأني بعمل إحداثيات
ما بين نسبة الخطأ. عشان هنا عندي رقم الاي نقطة الاي وفرضا ان الاي شرطة على مسافة منها الاي داش دي، مش مفروض النقطتين دول يقفلوا على بعض؟ يعني هيبقى طول الخط او طول الكلوزنج ايرور بزيرو، صح كده؟ طب هو طالما مش بزيرو معنى كده ان في مسافة هنا اسمها ديبارشر فيها نسبة خطأ، صح كده؟ وفي هنا مسافة هنا في الراسي اسمها لاتيتيود فيها نسبة خطأ، صح كده؟ طيب الكلوزنج ايرور بيساوي ايه؟ اللي هو الخط ده ال ال اي داش، مش ده تربيع زي ده تربيع يديني الكلوزنج ايرور؟ يبقى في الحالة دي ان الكلوزنج ايرور اللي هو ال اي داش اللي هو الكلوزنج ايرور هيساوي ايه؟ جزء تربيعي لسيجما الديبارشر تربيع زائد ايه؟ سيجما اللاتيتيود تربيع. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يعني معنى كده ان طول الخط ده بيساوي ده زائد ده، تمام كده؟ طب لو انا عاوز اجيب امسح الجزئيه دي، لو انا هشتغل عليها نفس النظام بس انا عاوز اجيب ايه؟ احنا قلنا ده اللاتيتيود وده الديبارشر، طول الخط اللي هو ال ال اي اي بيساوي الجذر التربيعي لسيجما الديبارشر تربيع زائد اللاتيتيود تربيع، ده في السيجما، صح كده؟ طيب انا عاوز اجيب الاتجاه، الاتجاه ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو التان، صح كده؟ بس التاني زي ما انا عاوز افهمك، مش انا هنا ده اتجاه الشمال، صح كده؟ مش دي الزاويه؟ مش الزاويه دي هي نفس الزاويه دي؟ صح كده؟ طب الزاويه دي مش دي السيتا اللي هي الازمث بتاعي اللي هو الدايركشن؟ طب الدايركشن ده اللي هو السيتا دي هتساوي ايه؟ مش بتساوي التاني المقابل عن الجوهر؟ يعني معنى كده بتساوي الديبارشر سيجما الديبارشر على ايه؟ اللاتيتيود، صح كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا عرفت الدايركشن بتاعي جه منين؟ طيب الاكيورسي بقى، الاكيورسي اللي هو عاوز الدقه بقى، طب الدقه دي عباره عن ايه؟ مش الدقه دي مش انا عندي نسبه خطا كف موجوده هنا؟ يعني انا هنا عندي هنا نسبه خطا. طب النسبة خطأ دي لما انا اقول لك مثلا انت جايب 98% مش معنى كده ان انت طلع ضاع منك 2%، صح كده؟ يعني انا جبت 98 من ال 100 كلها في 100، صح كده؟ طب انا لما اقول لك نسبة الخطأ هنا في الترافيرس ده مش تقول لي نسبة الكلوزنج ايرور على المحيط الكلي للترافيرس يديني نسبة الخطأ؟ يعني معنى كده الكلوزنج ايرور هو هنا طلع معاك بكام؟ 15%، صح كده؟ كلوزنج ايرور طلع ب 15%، معنى كده ان انا الاكيورسي هيساوي ايه؟ هيساوي 15% على كام؟ 1000 وايه؟ 1001 تقريبا؟ 1001 ب 26 طب هو عاوز نسبه، هل النسبه ينفع ان يبقى رقم فوق رقم تحت؟ هقسم فوق على البوينت 15 واقسم تحت على بوينت ايه؟ 15، يطلع واحد على كام؟ 6700 هو مش هيطلع معاك 6700، هيطلع معاك 6699 او 98، فانت هتقربه ل 6 ايه؟ 700، هتقول له اذا يساوي 1 الى 6700. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ بس يا باشمهندس، بس هو اللي هتعامل بعد كده الكوركشن الكوركت ريت لاتيتيود ده هو اللي هي يعني هو اللي هحطه في القانون ده، سيجما التربيع زي برش التربيع، صح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الكوركت التصحيح المصحح يعني اللاتيتيود المصحح. يا ابني ما هو سيجما اللاتيتيود وسيجما الديبارشر لو انت جمعتهم على بعض هيديك بزيرو، انما هنا انا شغال بقيمه الخطا اللي هو سيجما اللاتيتيود اللي هو بوينت 7 وبوينت 13، مش دي قيمه الخطا؟ مش انا شغال على كلوزنج ايرور على نسبه الخطا، فانا عندي نسبه خطا هنا مسافه في اللاتيتيود عشان اوصل للجزئيه دي عشان يقفلوا على بعض، ما انا عندي ده خط منقط، لو ده قفل على بعض اللاتيتيود هيبقى بزيرو والديبارشر هيبقى بزيرو، صح كده؟
ده لو قفل. طب لو ما قفلش يبقى اللاتيتيود بكام؟ سالب قلت 7 والديبارشر بكام؟ 13 من 100. يبقى انا هشتغل على الاثنين دول. هم دول اللي هو دول اللي انا هشتغل عليهم. تمام كده؟ هعوض فيهم جذر التربيع، هجيب الكلوزنج ايرور، وبعد كده الدايركشن بتاع الكلوزنج ايرور هقسمهم على بعض وشيفت تاني تجيب الزاويه. تمام؟ وبعد كده تقسم الكلوزنج ايرور على الطول الكلي تجيب الاكيورسي. يبقى احنا مطلوب مننا في المثال دي لو جات لي لو اداني الازمس والاطوال، كل اللي انت هتعمله هتجيب ايه؟ هتجيب اللاتيتيود والديبارشر من القانون ده تجمعهم على بعض. وارد ان ممكن يديك اللاتيتيود بزيرو، حلو كده، والديبارشر هو اللي عنده نقطه غلط، يعني عنده قيمه خطا. يبقى انا هصحح ايه؟ ديبارشر بس، هصحح الديبارشر بس، انما اللاتيتيود هاخده زي ما هو، صح كده؟ وما وارد يديك العكس، وارد يبقى عندك نسبه الخطا في اللاتيتيود والديبارشر زي المساله دي. تمام؟ يبقى في الحاله دي لما عندي نسبه خطا في اللاتيتيود والديبارشر يبقى انا محتاج اجيب نسبه الخطا واوزعها بطريقه ايه؟ بوديتش، اللي هو الطول على الطول الكلي في قيمه الخطا. حلو كده، وزعتهم، هبدا اجيب اللاتيتيود المصحح والديبارشر المصحح، ده اللي هو الجدول الثاني. بعد ما اخلصه هجيب الايه؟ الايستنج والنورسنج للنقط كلها، اللي هو عندي نقطة ازود عليها الديبارشر جبت الاي، ازود على اللاتيتيود جبت الايه؟ الان. هتجيب تخلص الارقام كلها، بعد كده تجيب له ثلاث قوانين، اللي هو الكلوزنج ايرور، دايركشن اوف كلوزنج ايرور، اللي هو الاكيورسي. في مشكلة في الكلام ده؟ لا بس انا مجموع ده القانون ده عشان اجيب الصف ده. القانون ايه؟ طول الخط على مجموع الاطوال في طول الخط على ده طريق جودتش. هو بص هنا اهو، لا 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 عشان تجيب ده، عشان تجيب المعلومتين دول، اللي هو التصحيح، كنت التصحيح بتاع اللاتيتيود والديبارشر. حد عنده اي سؤال تاني؟ احنا لحد هنا كده يعني يعتبر كده خلصنا المنهج كله. ان شاء الله لو ربنا احيانا كده قدرنا نعمل مراجعه، ان شاء الله نعملها سواء على قبل الميد ترم او على بعد الميد ترم.